انا ما بشوفهمش حيوان مفترسه، انا بشوفهم عادي زي ابني. اهلا بيكي في واضح، معاكو انوسه كوتا مدربه الاسود والنمور البيضاء. عيلتي عيلة عاكف والحلو وكوتا، الثلاثة دول خليط مع بعض طلعت أنا، ودول أهم ثلاث عائلات في فن السيرك في مصر. مش هينفع ابدا اول ستاب على طول ان تدريب الحيوانات المفترسه ده، ما ينفعش. كان في طبعا حاجات، يعني اول حاجه ابتديت بالتعابين العاطره، وبعد كده اتعاملت مع الـ 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 الخيول، يعني الحصينه والشمبانزي والقرود والتماسيح. بمتاز ان انا عندي النمور البيضاء، يعني اقدر اقول الوحيده اللي في مصر، مدربه النمور البيضاء الوحيده. ذا ديور دي اصغر نمر عندنا، نمر ابيض. طب اسودي انا ما يقرب عن 22 23 اسد ونمر، واسد ابيض ونمر ابيض. ده بتوعي انا، ماليش دعوه ببابا، ماليش دعوه باخويا، ماليش دعوه باي حد، انا يعني ولادي انا. يعني طبعا يعني اشهر حادثه طبعا بتاعت جدي الكبير طبعا محمد الحلو، ودي كانت حادثه فظيعه وشهيره برضو قوي. يعني الاسد بعديها بثلاث ايام والمدرب بعديها بثلاث ايام الاثنين اتوفوا من كتر يعني حزنه على المدرب ان هو ما كانش قصده يحصل ده، اتوفى وراه على طول. يعني لا عندنا يعني حوادث كتيره، كان والدي مدحت كوته وجدتي محاسن الحلو، فكانوا في العرض اسدين بيتخانقوا مع بعض، اوكي، فهو دخل بيحاول يحل الموضوع ما بينهم، فابتدت الخناقه انه يسيبوا الخناقه مع بعض ويتجهوا للخناقه ليه هو، فبقوا 18 اسد هاجموا والدي. طبعا هي كانت حادثه مميته يعني، بس ده بفضل ربنا انه هو رجع وقف تاني على رجليه هو وجدتي. اللي دخل حماه الاسد بتاعه اللي هو مربيه معاه طول الوقت وقاعد معاه في البيت. من وجهة نظري لا، هو مش غدار. أي يعني انا شايفه ان الاسد وافي جدا، لو حب صاحبه جدا هيدافع عنه زي ما حصل مع والدي في حادثته. ده الادب كله، ده طبعا ده حياتي، ده من كتر حبي فيه ده سميت ابني كنز على اسمه. هم مولودين على ايدي، يعني طالعين انا مربياهم يعني كبروا معايا، فانا ما بشوفهمش حيوان مفترسه، انا بشوفهم عادي زي ابني طالعين متربيين معاهم يعني، فما بشوفوش حيوان مفترس.